تحياتي لكل عم بتابعونا عبر موقع الفن بفقرة التوقعات، وكمان توقعاتنا للمرحلة المقبلة. مثل ما حكيتكم أنه نحن بال 2022 هي السنة شبيهة بال 2008 من ناحية الأوضاع المالية والهبوط بالأسواق المالية واستمرار السقوط المالي بأمريكا تحديدا، وكمان كأنه رح نشوف أمريكا رح تلجأ لإعلان إفلاس روسيا ماليا، وكأن هيدي الخطوة وهي نوع من العقوبات. وكمان حنشوف المستثمرين الأمريكيين يلي كمان رح يسحبوا أموالهم من الأسواق بأكثر من دولة، وكمان نحن قادمين على نوع من المجاعة المالية، ومثل ما قلت مشهد 2008 ولكن مشهد سنة 2008 ولكن بصورة خطيرة جدا. ضلكم بألف خير وباي باي.